صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قنوات دريم في كل مكان. أهلا بكم وحلقة جديدة وصباح دريم. النهاردة يوم الحد 1 يونيو 2014 العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة. إن شاء الله يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا. هنبتدي حلقتنا بفقرتنا الإخبارية وأهم الأخبار التي تصدرت الصحف المصرية لهذا اليوم. بعد كده هنروح مع بعض لمجموعة من التقارير وما يحدث في الشارع المصري. الجزء الأول من فقرة أحوال الناس هنتكلم في النهاردة عن مشكلة السكن وإزاي هتقدر الحكومة والرئيس الجديد أنه هو يحل مشكلة السكن في الفترة اللي جاية. أما الجزء الثاني هنتكلم فيه عن كيفية تدريب أولادنا على الإبداع وأن احنا ما نكبتش المواهب اللي موجودة عند الأطفال. ونهاية وزي كل يوم حد هيكون معنا فقرتنا الإسبوعية ديوان المظالم. مرة تانية بقول لكم صباح الخير وابقوا معنا بعد الفاصل. عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد تنادينا تلاقينا مسمية الكل فواحد. فعز ما تكون الدنيا واخدة الواحد تنادينا تلاقينا مسمية الكل فواحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان بكم من جديد مشاهدينا. ومرة تانية بقول لكم صباح الخير وهذه فقرتنا الإخبارية نبدأها بجريدة الشروق. بقرار جمهوري الحبس والغرامة لمن يهين العلم المصري. أصدر السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قرارا بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القانون ينص على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير. منها إلى جريدة المصري اليوم. اختار الانتربول بقائمة 52 بعد إلغاء عفو مرسي للقبض عليهم. قالت مصادر أمنية وقضائية أن وزارة الداخلية أخطرت الانتربول للقبض على المتهمين الذين شملهم قرار من العفو من الرئيس المعزول محمد مرسي وألغاء الرئيس المؤقت عدلي منصور. فيما حصلت المصري اليوم على أسماء 52 متهما في الوقت الذي أفادت فيه تقارير أمنية للأمن الوطني أن من بينهم 16 فلسطينيا و27 إسلاميا وإخوانيا ومتهمين في محاولات اغتيال مبارك وفرج فودة وقيادات التنظيم الدولي للإخوان. ننتقل إلى جريدة اليوم السابع العليا للرئاسة. مؤتمر صحفي عالمي لإعلان نتيجة الانتخابات قبل 5 يونيو. قال المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية في تصريحات صحفية له أمس السبت، قال أن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل يوم 5 يونيو، مضيفا أنه سيتم إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي عالمي. وإلى جريدة الوفد. نائب بالشيوخ الأمريكي يدعو أوباما لدعم التحول الديمقراطي بمصر. وجه النائب بمجلس الشيوخ الأمريكي روي بلانت خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد فيه ضرورة حث الحكومة الأمريكية على بذل المزيد من أجل مساندة ودعم الاقتصاد المصري وأن تضع الإدارة الأمريكية هذا الدعم كإحدى أهم أولوياتها ومساعدة مصر في حماية تراثها الثقافي، وذلك في ظل اهتمام أمريكي بالتحول السلمي للديمقراطية في مصر وما تقدمه من دعم لخارطة المستقبل خاصة بعد تحقق نجاح
في استحقاقها الثاني بانتخاب رئيس الجمهورية. وإلى جريدة اليوم السابع، محلب اعتمدنا أكبر موازنة بتاريخ الوطن وهنواجه حربا اقتصاديا لا تقل عن 73. قال المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة كانت لديها رؤية للشارع المصري وإحساس بآلام الشارع المصري، فالحكومة قدمت أكبر موازنة قدمت في تاريخ الوطن، ناقشتها الحكومة بالليالي، كل رقم فيها درس، فالحكومة لا تخشى إلا الله، وبالتالي فإن الحكومة كانت في منتهى الصراحة، فدعم الغني على حساب الفقير مرفوض، وهناك من يزايد ويغير الحقائق، ولكن الشعب الذي عرف الثورة ووضع ثقته في القائد فإن الحكومة قالت له الحقيقة، فكل طفل في المدرسة لابد وأن يعلم أن هذه البلد ستكتشف بكل ما بها، فنحن في حالة حرب اقتصادية لا تقل عن حرب 73. إلى جريدة الوطن، عبد النور لا تراجع عن ضريبة البورصة مهما كانت الضغوط، واتحاد الغرف يطالب منصور بعدم التصديق على الضريبة والأوراق المالية، السوق ستفقد جاذبية الاستثمار. قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار أن الحكومة لم تتراجع عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، وأكد لجريدة الوطن أن الضريبة ستطبق ولا تراجع عنها مهما كانت الضغوط، وأشار إلى أن الحكومة أعلنت عزمها فرض الضريبة لكنها لم تصدر قرارا رسميا بشأنها حتى الآن، ورفض الكشف عن أي تفاصيل حول موعد التطبيق قائلا يسأل في أي تفاصيل وزير المالية. أعتقد شعبة الأوراق المالية باتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عوني عبد العزيز اجتماعا طارئا غدا بمقر اتحاد الغرف التجارية لمناقشة مقترح الضرائب الجديدة وتداعياته على سوق المال المصرية. ومن جريدة اليوم السابع أيضا، البترول استقرار في كميات الوقود الموجهة للكهرباء. أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول وجود استقرار في كميات الوقود الموجهة لمحطات الكهرباء لتصل إلى 76 مليون متر مكعب غاز و25 ألف طن مازوت مع استمرار تحسن الطقس. وقال المصدر أن قطاع البترول يبذل جهود كبيرة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود من خلال العديد من المحاور، أهمها زيادة الإنتاج واستيراد كميات من الغاز. وكانت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والشركة القابضة الغازات الطبيعية إيجي جاز قد وقعت اتفاقية استئجار مركب لإجراء عمليات تغيير الغاز المسال، والتي تستهدف تحويل الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية الطبيعية. ومن جريدة الأهرام، عمال العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثامن للمطالبة بصرف الحوافز. وصل مئات من العاملين بشركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية اليوم اعتصامهم داخل مقر الشركة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية لليوم الثامن على التوالي للمطالبة بصرف الحوافز والبدلات وتحسين مستوى معيشتهم. وطلب العمال بتحقيق بنود المفاوضة الجماعية والتي جرت مع إدارة الشركة في شهر يناير الماضي والخاصة ببعض المطالب، ومن ضمنها الرسوب الوظيفي وصرف 10% علاوة على الترقية من أساس الراتب وزيادة الحافز الوظيفي. وإلى جريدة المصري اليوم، إحالة 6 فضائيات للنيابة بتهمة الترويج لمنشطات جنسية ضارة. أحال جهاز حماية المستهلك أمس السبت 6 قنوات فضائية للنيابة بتهمة الترويج لمنشطات جنسية وأدوية تخسيس ضارة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها. وتشمل هذه القنوات التي أحالها حماية المستهلك للنيابة قناة شقاوة وكوكي كيدز وماجستيك سينما ودلع بنات والحلبة وبانوراما فيلم. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التي تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار 24 ساعة. ومن جريدة الأهرام أيضا، بعد رصد 14 مليون مدخن في مصر، الإحصاء يناشد الحكومة بفرض ضرائب على التبغ. نشد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومة بزيادة قيمة الضرائب المفروضة على التبغ لتصل إلى مستويات تحد من استهلاكه. وقال بيان صادر عن الجهاز أمس السبت أن 14.1 مليون مدخن يمثلون 16.6% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر في العام 2013، منهم 6 مليون مدخن في الحضر و8.1 مليون مدخن في الريف.
وبلغت نسبة التدخين بين الذكور 33.3% وبين الاثنان 0.2% فقط، أي أن هذه الظاهرة ظاهرة التدخين في مصر تعتبر ظاهرة ذكورية بالأساس. وأخيرا رياضيا من جريدة التحرير، دييغو كوستا خارج قائمة إسبانيا في المونديال. أعلن فينس دي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أمس السبت استبعاد دييغو كوستا مهاجم نادي أتلتيكو مدريد من قائمة منتخب لاروخا التي تخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم بسبب الإصابة. وبذلك ينضم كوستا إلى كل من خيسيوس نافاس وفرناندو ليورنيتي وألفارو نيجريدو الذين تم استبعادهم من القائمة لأسباب مختلفة. مشاهدينا بهذا الخبر انتهت فقرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ومرة ثانية بقول لكم صباح الخير، ابقوا معنا بعد الفاصل. We'll be right back.